أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الجوزاء الأحد 25 يوليو تموز 2021. من المحتمل أن تصادف تجربة غير محتملة اليوم. إنه ليس بالضرورة مزعجا، لكن من المحتمل أن يزعجك. يمكن أن يحدث تغيير جذري في نظرتك. لا تخف من التعبير عن مشاعرك، ولكن هذه المرة هي الأنسب لوضع المتطلبات العاطفية للآخرين قبل تلك الخاصة بك. عاطفيا، اللطف والعناية ضروريان للتواصل مع شريكك الآن. يتعامل هو أو هي مع قضية مهمة جدا بالنسبة لك أو له. أنت بحاجة إلى الإلهام، الثقة حتى يقرر أن يثق فيك. استعد لتقديم دعمك الكامل. اجتاز هذه الأزمة بنجاح، سيكون له تأثير طويل الأمد عليكما. مهنيا، هذا يوم خاص للأشخاص الذين يعملون في مجال الضيافة، الأنشطة الخيرية. يمكنك التواصل بسهولة مع المتمردين وسوف يستلمون لك النجاح. سيأتي إليك بسهولة، فقد لا تتسرع في الأشياء. إذا واجهت أي ضغط فلن يكون ذلك مفيدا. قد تكون محظوظا إذا كنت تسعى جاهدا لتحقيق المزيد من مصدر الدخل. صحيا، إحساس كبير بالسعادة والصحة والرفاهية العامة يحتفل بيومك. لديك موقف ممتاز تجاه شيء مهم اليوم. سيكون لقرارك اليوم تأثير طويل المدى، ومع موقفك الإيجابي سيؤثر عليك بشكل إيجابي في المستقبل. ستكون قوتك الذهنية والحيوية محط حسد للآخرين.